السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فكرة حلوة جدا جدا هتعجبك. كلنا عندنا زيت التموين في بيتنا، في ناس كتير وغالبا ما بيحصل يعني بتلاقي زيت التموين ليه ريحة، تبقى ريحة مش كويسة. دي بتحصل كتير جدا، إن بتلاقي التموين الزيت بتاعه مش كويس ويبقى ريحته مش حلوة في الأكل أو في القلية. النهاردة هنعمل فكرة بقى هتخلي زيت التموين ده يبقى زيت فاتح جدا زي زيت العباد او زيت العافية اللي احنا بنشتريه. الزيت ده زيت فاتح جدا. هتقولي ازاي هتخليه زيت فاتح بمكون واحد بس ومعلقة موجودة في كل بيت؟ هنحول الزيت ده لزيت عباد او لزيت صافي جدا جدا من غير ريحة ومن غير اي حاجة وحشة، ولما تقلي فيه مش هتصدقي ان هو ده زيت التموين لانه هيتغير تماما. ايه بقى المعلقة اللي هنستخدمها؟ هي معلقة ملح ليمون. هتقولي لي ملح ليمون؟ اه ملح ليمون. طب ملح الليمون ده مش هيأثر على طعم الزيت؟ مش هيأثر تماما. ملح الليمون يا جماعه عباره عن ليمون مجفف، كمان بيستخدموه في محلات الحلويات في الشربات. طب بيستخدموه في الشربات، هو مش هيقعد يعصر لك ليمون، هو بيستخدمه لان هو بديل الليمون، فما تقلقيش منه تماما، بالعكس هو هينقي الزيت معانا جدا. هتقلي بتنجان، هتقلي بطاطس، هتقلي سمك، هتقلي اي حاجه، هتلاقي الزيت ده كانك بتستخدمي زيت عباد، يعني ما شاء الله هتلاقي زيت نقي جدا ومفيش ريحه وحشه خالص، يعني مهما تقلي فيه مش هتلاقي الزيت صافي معاكي وريحته حلوه جدا. كل اللي هنعمله ان احنا هنستخدم معلقه كده هي ممسوحه، معلقه شاي صغيره مش معلقه كبيره، على الازازه كلها. انا دلوقتي هستخدمه عشان اعرف اقلبه. طبعا انت لو هتستخدميه مش لازم انت تحطي في كوبايه، بس انا عايزه استخدمه في كوبايه عشان اوريكم الشكل هيبقى عامل ازاي واقلبه قدامكم. هتحطيه في الازازه تمام، وترجي الازازه، تمسكيها كده ترجيها كويس. انا كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هستخدم نص معلقه، لان انا دي مش ازازه كامله اهي، نص معلقه اهي، واحط كده الزيت معايا. انا هخلي لكم جزء من الزيت عشان نشوف الزيت، شايفين قبل وبعد. زي ما انتم شايفين كده انا بقلب. طبعا ملح الليمون بياخد وقت على ما بيدوب، على فكره ما بيدوبش بسرعه تمام. فانا دلوقتي ده عشان تشوف النتيجه الصح وتشوف الزيت ده ازاي هيفتح لونه ويبقى زي زيت العباد، ده هسيبه. انا بالنسبه لي هسيبه نص ساعه وهوريك الفرق. هسيب بقى الزيت ده يا جماعه نص ساعه. عايز اقول لكم كل ما هيقعد كل ما لونه هيفتح، هتحس ان درجته فتحت شويه، فانا هسيبه نص ساعه وارجع لكم تاني. بس عايز اقول لك لو بات هيبقى النتيجه هتشوفيها هتنبهري منها ان شاء الله. فانا هسيبه نص ساعه واوريكم شكله بعد نص ساعه عامل ازاي، بس طبعا هقلبه شويه لان زي ما انتم شايفين كده الملح لسه معايا ما دابش كويس. دلوقتي ده شكل الزيت بتاعنا، شايفين ما شاء الله. تخيلوا الزيت ده هو الزيت ده، اظن الفرق واضح جدا يعني شايفين. عايز اقول لكم يا جماعه ان ملح الليمون نقى الزيت بدرجه فظيعه، يعني ما شاء الله. يعني الزيت عايز اقول لك لما تمسك الزيت ده دلوقتي وتشميه ريحته زيت تموين، ولما تشمي ده كانك بتعملي بزيت ابيض مفيش اي ريحه نهائيا. الزيت ده يا جماعه نقدر نستخدمه في الطبيخ، تخيلوا يعني ممكن نستخدمه في اي حاجه مالوش ريحه نهائي، سواء تقلي بقى بطاطس، هتحمري، هتحطيه منه للرز، هتعملي منه اي حاجه مالوش ريحه بتاتا. فعلا حلو جدا جدا. انا مش هعمل وصفه وهضركم فيها لولا ان انا جربته، فعلا الريحه مش موجوده اصلا، ريحه الزيت اللي هي الصعبه اللي احنا عارفينها، والله ما كنت نزلت الوصفه. ان شاء الله مستنيه ردكم في التعليقات تجربوا الزيت وتقولي رايكم فيه. اهم حاجه عشان الزيت ملح الليمون يدوب صح اعملي زي ما انا عملت، اضربيه في الخلاط مع الملح عشان يدوب معاكي صح، لان ملح الليمون خشن شويه فهياخد وقت في الدوبان معاكي. ان شاء الله اشوفكم على خير في وصفه جديده، ويا ريت يا جماعه ما تنسوناش في اللايك واللي بيرفع الفيديو معانا، ومع الف سلامه.